السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعتكم مباركة إن شاء الله. عاجل إعلان سعودي هام، هذا ما سيحدث في اليمن خلال الساعات القادمة، وإلى التفاصيل. كشفت المملكة العربية السعودية رسميا عما سيحدث في اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلنت إنجاز اتفاق السلام في اليمن وإنهاء الحرب وخارطة معالجة تداعياتها المعيشية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها استئناف صرف رواتب الموظفين وتصدير النفط والغاز وفتح الطرقات والمطارات وإطلاق الأسرى وبدء مفاوضات شراكة سياسية بين مختلف الأطراف. جاء هذا في تصريح أدلى به وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء أمس الخميس، بالتزامن مع تهديدات أطلقها زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي باستئناف هجماتها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المنشآت الاقتصادية والنفطية في المملكة ومنع تصدير نفطها. وقال وزير الخارجية السعودي بن فرحان إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة ومستعدون للعمل وفقا لها فور التوقيع عليها، وأردف بالقول نعتقد أنه بالتوقيع على خارطة الطريق سيكون بيسعنا المضي قدما، ونأمل أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا، وأن نتمكن من التوقيع على خارطة الطريق اليمنية في أقرب وقت ممكن. مضيفا خلال مشاركته بجلسة نقاش خلال اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، نحتاج للانتقال إلى حالة أفضل لأن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، نعتقد أنه بالتوقيع على خارطة الطريق سيكون بيسعنا المضي قدما، ونأمل أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الاثنين الماضي تمسكها بخارطة الطريق في اليمن التي أفضت إليها جولات المفاوضات غير المباشرة ثم المباشرة بين المملكة وجماعة الحوثيين المنعقدة بوساطة عمانية خلال العامين الماضيين، وتمنتها الأمم المتحدة نهاية ديسمبر 2023 بعد عرضها على ما يسمى بالشرعية. جاء هذا في الكلمة الافتتاحية لصحيفة عكاظ المنبر الصحفي الثاني للنظام السعودي بعد صحيفة الرياض في عددها اليوم الاثنين 1 يوليو، حيث شددت تحت عنوان المملكة والسلام في اليمن على أن السلام في اليمن يأتي في مصلحة مختلف القوى، وأن التسوية السياسية هي الخلاص الوحيد للخروج من اليمن من أزمته. طبعا ما تحدث عنه السعودية اليوم هو يأتي نتيجة للتهديدات التي أصدرتها حركة أنصار الله قبل أيام، والتي كان آخرها تحذير السيد عبد الملك الحوثي لهم بأن يتجنبوا غضب اليمن. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.